المشكل هو ان ما عندهم حتى شي، كاين اللي ما هز معاه حتى شي ورقه غير الباسبور ديالو، ما عنده حتى شي جيستيفيكاتيف انه شنو كيدير، شنو نيفو القريه ديالو، شنو فاليدا شنو ما فاليداش. يلا هما فكروا غير في الباسبورات ديالهم اللي هزين، خلاو لي بيسي اللي فيهم كل شيء، اللي فيه هزوا غير لي باسبور ديالهم صافي، وهربوا وخلاو ديورهم، خلاو حوايجهم. والمعاناه انا مع السيد، لان نفس ليكيب ديال الدراري ديال 5 طوموبيلات، انا الام ديال واحد في الدراري اللي كانوا جايين في الطوموبيلات، دوك الدراري راه عانوا وعانوا وعانوا بزاف، وحنا المعاناه ديالنا حنا لا تتصور. نشرح لك التنعيه، ما تقدرش تقدروش تشوفوا حنا كيفاش عانينا، حنا عانينا الكثير مع ولاد وليداتنا، راه ربي اللي كان تيعلم بينا. ما وصلوا ولادنا فريمون، ما وصلنا لهاد ليطاب ديال الحدود، راه حتى الروح ديالنا تخرج. وحنا دابا رحنا واخا حنا في المطار، حنا ماشي فرحانين بولادنا، راه باقيين وليدات ما لقين. حنا قلوبنا مع دوك الامهات ودوك الاباء اللي باقيين ولادهم. انا باقي كنفكر في الام، داكشي اللي عانيت كنفكر في وحده باقا كتعاني، باقي ولدها معلق، باقي كنقراو ان الناس باقيين ما وصلوش، باقي ما جاوش، وقلوبنا مع هذوك اللي باقي ما وصلوش. ودابا يعني المستقبل ديالهم غنشوفوه من بعد. حنا دابا بغينا اللي باقي ما وصلش خصو يدخل المغرب يساعدو ما امكن، لان ولادنا ما دازوش بشي حاجه قليله، وحنا ماشي داكشي اللي عشنا راه ما يمكنش تتخيلوه، ما يمكنش تخيل ان ولدك تيقول لك، تتسمع ولدك راه في القصف، راه ولدك كيتخشى تحت الارض باش، وما كاينش الاكسجين، تيقول لك نطلع انا الفوق باش نشم بالاكسجين ماما، وخصني نهبط تحت الارض. يعني حنا راه عشنا واحد العالم، والقرار باش كان صعيب عليا انا بعد اللحظه اللي عشتها الصعيبه، هي انني باش نقرر مع ولدي انه هو يهز ساكو، يهز غير داك الباسبور ويخرج يعني يضرب 1000 كيلومتر باش يوصل للحدود، وهو ما عنده حتى شي مويان ترونسبور. اش غيلقاو غير لي فواتور ديال صحابهم دياولهم، اللي حنا ما عارفينش دوك الطوموبيلات واش صحاحين، والروايضهم جايين ولي لي كريفيزون في الطريق، ما عرفناش واش غيلقاو لي ستاسيون د المازوت في الطريق. يعني هذيك اللحظه اللي عشناها زعما فريمون لحظه كانت صعيبه باش نقولوا لهم خرجوا عطيو راسكم لهذا، لان ما كانش المويان ديال الترونسبور في ديك الساعه باش هما مأمن لهم الطريق، ما كاينش الطريق ما مأمناش باش ولادنا. هذه اللحظات اللي عشناها فريمون خايبه بزاف، وانا الفرحه ديالي بغيت انا تنقولها وتنعاودها، انا فرحانه بصح بولدي ووليدات الناس اللي كاينين اليوم، ولكن فرحتنا بغيت تم حتى يجي كل شيء، جميع الطلبه يلتحقوا بالوطن ديالهم، لان اللي داز علينا راه تنحس انا بالامهات دابا اللي مازال ولادهم ما وصلوش. الله يعطيهم الصبر، الله يعطيهم الصبر، هذا الشيء اللي نقولوا. الخميس راه كانت واحد رحله عذاب، خرجوا من الدار ديالهم اللي هي كانت البنت يعني كاريه، هي وشي بنات وشي دراري، بعد القصف كانوا في مدينه زاباروجي، فاش بدا القصف هبطوا الملاجئ وبقاو كيتحينوا الوقت اللي يقدروا يخرجوا فيها، وفعلا خرجوا مع جوج ديال الليل وضربوا تقريبا 900 كيلومتر، توصلوا للحدود ديال المولدافي وما خلوهمش يدخلوا، وللاسف بقاو تما جالسين تقريبا شي علينا 15 ساعه ورجعوا باش يطلعوا للحدود ديال رومانيا. وفاش كانوا غاديين للحدود الرومانية راه تقريبا هادشي اللي كنقول لكم 900 كيلومتر راه داروه في 3 ايام، لان كيتمشاو غير تقريبا 20 30 كيلومتر كيلقاو براجات ديال الجيش، وفاش كيشوفوا الجيش بزي ديال الاوكرانيين كيخافوا واش يكونوا روسيين لابسين زي مزياف ولا، وشي مرات كيلقاو الدبابات واقفين في الطريق مقطوعه وكيضطروا يبدلوا الطريق. راه تقريبا ضربوا شي 150 كيلومتر في جنب السكه ديال التران بالطوموبيلات، هما كانوا 5 ديال الطوموبيلات غاديين وطافيين الضوء، لان كانوا الشرطه ديال الاوكرانيه كانت علماتهم قالت لهم ما خصكمش تعلوا الضوء بالليل. تصوروا معايا الثلج والغابه، وبنا ما غادي بلا بيس بالطوموبيل بلا ضوء، شحال مره كيتكروفوا المروات، هرسوا لهم الباراشوكات. وفاش وصلوا للحدود ديال رومانيا الحمد لله كانت الامور شويه ميسره، واخا كان تيدار الصف طويل، كانت تقريبا شي 10 كيلومتر ديال الصف، رغم هذا استطاعوا يدخلوا لرومانيا. للاسف ان الطوموبيلات ديال السيارات ديالهم ما قدوش يدخلوهم، لان الانسان فاش كيخرج راه خرجوا من زاباروجي هازين يلاه ساكادو صغيور فيه غير الماكله، سمحوا في حوايجهم كاملين، سمحوا ما حتى حاجه ما عندهم غير الحوايج اللي لابسين على ظهرهم.
ديارهم. المجتمعات اللي كانوا كيعانيو هما اللي كنتو كتعانيو نتوما؟ احنا اكثر هنايا، لان كنا احنا فاش المشكل اللي كيوقع هي فاش كتقطع الانترنت، ما كنعرفوش فين وصلوا، واش راه باقين في الطريق، واش راهم بايتين، واش واقع لهم شي مشكل، فاش حتى كدوز 4 5 سوايع وكترجع التغطيه ديال الشبكه ديال الانترنت عاد كتنفسوا، عاوتاني كتسولوهم شحال فين وصلتوا، كيقول لك باقي لنا 600 700 كيلومتر وغير في الغابه، ما راه بلا ما يتصورش بلي راه اوتوروت ولا شي حاجه، غير في الخلا راه زعما ديك المعاناه اللي دازوا، راه شي مرات كيكونوا غاديين قال لك حتى كنشوفوا الدبابه خرجت لنا في وسط الغابه باش كيقطعوا عليهم الطريق، نزلوهم الشرطه من السيارات ديالهم شحال من مره، جبدوا عليهم الكلاشنيكوف، جبدوا عليهم الفراده، لان كيشكوا فيهم كيشوفوا خمسه ديال السيارات غاديين بالليل وبوحدهم كيشكوا. قلت له فاش وصلوا للحدود ديال رومانيا سمحوا في السيارات ديالهم، لان كانت سيارات عندهم ترقيم ديال اوكرانيا ما عندهمش الحق يدخلوهم، ولكن ما كانش هذا هو المهم، المهم هو كينجوا بحياتهم، والحمد لله لقاو واحد الاستقبال، ما نقولوش زعما الاستقبال كان من الناس ديال السفاره، للاسف ما لقاوهمش هما، ما لقاو حتى شي واحد، استقبلوهم اوكرانيين فارين، داك الشيء اللي داروا معاهم زعما بقاو الدراري والبنات كيستغربوا، لان تهلاو فيهم، عطاهم الماكله، عطاهم الحوايج، داهم وكلوهم وشربوهم ووصلوهم للقطار، ومن القطار مشاو حتى الاوتيل وباتوا، زعما الحمد لله كان داز الامور مزيانه اكثر. انا راه وعدتهم وعدت الوليدات كاملين فاش يرجعوا للدار، راه اسبوع غنذبحوا لي، لان هذا راه بحال ميلاد جديد، راه كنا قطعنا الياس، ملي كتشوف البنات حنا هذو الوليدات كاع اللي غيجوا، الاكثريه هذو اللي كنتسناو حنايا الام ديالهم في السنه الاخرى، راه بقات لهم ماشي سنه الاخرى، بقات لهم شهر ونص، كان شهر ونص باش يكملوا الدبلوم ديالهم، ودابا هذا كيدفعنا باش نديروا التساؤل الاخر، وكي غتوقع لهاد الوليدات اللي جاوا بقات لهم شهرين وثلاث شهور، كاين اللي في سنه خامسه، كاين في السنه الاخيره، واش غيعطيهم شي معادله دبلومات، واش غيقراو هنا في المغرب، واش غيتبعوا الدراسه عن بعد، هذا باقي هذا الشيء سؤال ما كيعرف حتى شي واحد يجاوب عليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.